أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية أفضل ثنائي وسط في الموسم الماضي بالدوري المصري، وده وفقا للتصويت اللي أجرته الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. منتخب ناشئي الكرة الطائرة فاز على المنتخب التونسي بنتيجة 3-0 في إطار ثاني مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس، وهتستمر لحد يوم 31 أغسطس الجاري. منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة خسر أمام المنتخب التونسي بنتيجة 3-0 في إطار ثاني مواجهات البطولة الإفريقية اللي بتقام في تونس. لاعب منتخب الجودو استحوذ على ميداليات ومراكز منافسات وزن 55 كيلوغرام أولاد في البطولة العربية للجودو واللي بتقام بالعالمين، وحقق لاعب المنتخب المصري أول 4 مراكز في المنافسات والتتويج بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. في الدوري الإنجليزي فاز فريق ليفربول على برنتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، وبيتواجد نادي ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين وتسجيل 4 أهداف. في الدوري الإسباني فريق ريال مدريد الإسباني حقق الفوز على بلد الوليد الصاعد حديثا بنتيجة 3-0 في مباراة اللي جمعت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025. فريق أتلتيكو مدريد حقق الفوز على جيرونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025. ونروح للدوري الألماني، فريق بايرن ميونخ فاز على فولفسبورغ بنتيجة 3-2 في المواجهة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم 2024-2025، وحصد بايرن ميونخ أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الألماني. ونروح للدوري الإيطالي، وفريق نابولي فاز على فريق بولونيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-2025. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا دي.